اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا وفقرتنا الثانيه الحواريه. نتكلم فيها عن موضوع مهم جدا، وهو ظاهره اصبحت في مجتمعنا، وخصوصا لما بنتكلم عن اليات الحروب. دلوقتي بقت متغيره تماما، ما بقاش مجرد يعني دبابه ومدفع واي وسيله سلاح اخرى، انما دلوقتي اصعب انواع الاسلحه هو الادمان. انك عايز تدخل او تهدم اي مجتمع تستقطب الشباب اللي فيه، وخصوصا احنا بنتكلم عن مصر نسبه كبيره جدا منها شباب، 60% تقريبا شباب، وبالتالي عشان اقدر اغيبهم واخليهم بلا ثقافه وبلا هويه، الادمان هو الوسيله الاسرع انتشارا والاسهل جدا، وليه انواع مختلفه ومتعدده. يعني لما بنتكلم عن الدراجز او المخدرات انواعها النهارده كثيره جدا، وبقت للاسف متداوله ما بين الشباب. عايزين نعرف ازاي نرجع تاني شبابنا لهويتهم وثقافتهم، وما نقدرش نخلي حد يدخل من المدخل ده للمجتمع بتاعنا. ازاي نحافظ على مجتمعنا؟ ازاي نتكلم كمان انه وقت المشكله، وقت الادمان، الاسره كلها بتتاثر، مش المدمن فقط، انما بيبقى احساس صعب جدا لكل اسره انها يكون فيها فرد مدمن. اعمل ايه واروح فين واجي منين وابني بيضيع قدام عينيا او بنتي؟ تفاصيل كتيره قوي جدا بتمر بيها كل اسره. عشان كده عايزين النهارده نعرف ازاي بيتم علاج هؤلاء المدمنين على نفقه الدوله، وده الشيء المهم بقى في الموضوع، ان انا اقدر اعالجهم بشكل يوافق امكانياتي. الموضوع دلوقتي بقى كمان، وخاصه لما بنتكلم في لسه من كام يوم في حادثه كلنا شفناها لاطفال توفوا في ميكروباص، حادث ميكروباص اخر جه دخل فيه بسرعه غير عاديه، سرعه جنونيه، وكتير من الناس قالت ان السواق ده ممكن يكون واخد نسبه مخدر، وانه يبقى في اطفال هي ضحيه هذا الحادث. عايزين نعرف النهارده اثاره على المجتمع الكبيره جدا، نتخلص منه ازاي، وازاي نقدر نعالج المدمنين دول على نفقه الدوله، ازاي كمان وخصوصا عندنا كيانات في مجتمعنا نقدر الكيانات دي تساعدنا وتبقى من المجتمع المدني اللي بيقدر فعلا يواجه ويجابه هذه المشكله والظاهره اللي بتكلم عنها. خلوني ارحب بضيوفي الاعزاء اللي مشرفيني ومنورني في الاستوديو. استاذه عنايات السنان، رئيس كتله ائتلاف القاهره لعلاج الادمان على نفقه الدوله، اهلا بيكي يا فندم. أهلاً. برحب بيكي مرة. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كمان برحب باستاذ عادل عوض، رئيس كيان النور، اللي طبعا من كتله ائتلاف القاهره لعلاج الادمان. اهلا بيكي يا فندم، منورني ومشرفيني. ودي مش اول مره نلتقي، اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن كلامنا عن يعني قد ايه دور هذا الائتلاف مهم جدا، ولكن النهارده احنا بنتكلم عن توسع اكبر وصوره اكبر لهذا الائتلاف اللي تحول النهارده الى كيانات عده. هعرف من حضرتك الاول ازاي طورتي ده وازاي تحول الى هذه الكيانات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. يعني طول ما هو الفكر موجود، طول ما هو الفكر ده ابنك بيكبر قدامك. نعم. بتشوفي زي ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع. بتشوفي اللي حواليكي محتاج إيه من الفكر ده. نعم. فأكيد لازم بتنميه بأفكار أكبر، وما بتكونش مجرد أفكار على ورق، أهم حاجة إنها بتكون واقع ملموس. يعني لما نقول على الكيانات المنبثقة من كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان، هي الكيانات دي اتعملت علشان إيه؟ لها أسباب كتير. أولها أن عدد أعضاء الكتلة كتر، الكتلة فيها أعضاء قيادية من ضمنهم الأستاذ عادل عوض. كان لازم، هو عنده طبعا أفكار برضو عايز يطرحها، فهو هيبقى فكر من داخل الفكر، طيب هسمع لمين ولا لمين؟ فقلنا كل 100 عضو يكون ليهم، واللي ليهم أفكار متشابهة يكون ليهم مدير، يكون ليهم رئيس، وهيسميه باسم. طيب احنا عايزين نوصل لإيه؟ عايزين نوصل ل 55 كيان. 55 كيان يعني بنقول كده ان 5500 عضو، وكل عضو فيهم بيشتغل على مستوى الجمهورية. حضرتك هتكملي مع الدكتور الأستاذ عادل عوض، وهقول لحضرتك برضو احنا عايزين ايه وبنعمل ده علشان ايه. طبعا برضو احنا علشان نضاعف عدد الحالات المستقطبة،
وعندنا حاجة تانية هكمل مع حضرتك بعد الأستاذ أستاذ عادل. يعني حضرتك من الائتلاف تحولنا إلى كيان النهاردة، كيان النور، كلمني إيه الاختلاف هنا ووجه الاختلاف، وإزاي هقدر بقى من الكيان النهاردة أتعامل، وإيه اللي استجد الكيان النهاردة عبارة عن إيه، هو بيستقطب مين بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بحضراتكم جميعا، يعني حضرتك وجميع المشاهدين، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذه الحلقه، يعني ان احنا نظهر اكبر يعني قدر من المعلومات عن الادمان والمدمنين وطرق العلاج. يعني طبعا الدكتوره جزاها الله خير، يعني انا عضو في ائتلاف القاهره العلاج المدمنين بالمجان من فتره طويله جدا، وطبعا عملنا مؤتمر في يوم 19/2 وحضروا عدد كتير جدا من قيادات الدوله، وكان في اعداد كتيره جدا من المتعافين. لحد الان الدكتوره يعني مثلا اكثر من سنه ونص عالجت حوالي او دخلت المستشفى حوالي 2000 واحد تعافى منهم فوق 1000، يعني عدد كتير جدا، وجابت بعض الشباب اللي ربنا عافاهم يعني وكده، وكانوا عندهم الشجاعه انه يتكلموا عن التجربه حتى يستفيد منها الاخرين. جميل قوي ان يبقى نموذج وقدوه لغيره النهارده، ويوري ان هو النهارده تحولت حياته من وده فعلا تحولت. يعني هم يعني يوم كان بيحكوا خلاص الادمان يعتبر هلاك للانسان، دمار للانسان، واحنا عارفين ان حضرتك من 2011 اكبر كميه مخدرات دخلت مصر كان في هذا الوقت، الغرض منها قتل زي ما تفضلت حضرتك، خلاص الغزو الثقافي الان ما فيش ولا طياره ولا مدفع، لا خلاص الغزو الثقافي، انت دمرت اسره، دمرت شاب، دمرت اسره، بنشوف الاسره يعني الاسره والعوائل للمدمنين طبعا في حاله، يعني ما بيرسلوا لنا صور البطاقات او بيتكلموا عن حاله لا تتخيلي، بيقول دمار شامل للبيت يعني وكده. فنظر لكثره العدد طبعا كنا موجودين اعداد كثيره، وكل يوم الاعداد الكتله بيزيد. فيعني الدكتوره اقترحت ان يكون في كيانات معينه، يعني الان احنا حوالي 55 كيان، الكيان يكون كل واحد يختار اسم من الاسماء، يعني تكون اسم مثلا يعني مثلا كيان النور محبب، كل يكون محبب حاجه برضو فيها تفاؤل، يعني في كيان التفاؤل، كيان المحبه، يعني كل يعني كيان الشفاء، وكل واحد بيختار اسم معين ويندرج تحته حوالي مثلا ايه 100 عضو. نعم. على مستوى الجمهوريه تاخد بياخد صور بطاطهم بتسجلهم رسمي وكده، بحيث ان احنا يبقى الكيانات يبقى عددها مثلا 100 كيان، يعني طبعا عدد كتير جدا، او 55 كيان، وفي نفس الوقت كل كيان في 100 يعني فوق الالاف من الايه الاعضاء اللي بيشتغلوا، وهيبقوا يعني الايد الفعاله للكيان ده. اللي بيشتغلوا ايه بقى دورهم؟ هيعملوا ايه الاعضاء دول تحت هذا الكيان او تحت هذا بيستقطبوا؟ هيستقطبوا طبعا اكبر عدد من المدمنين والحالات ويرسلوها ليا، وانا طبعا نبدا نتواصل مع المستشفى مباشره، لان الدكتوره مش هتقدر طبعا اعداد الالاف دي على طول، يعني نكون مثلا اول نرسل لها صورة البطاقة تتواصل مع المستشفى، طبعا أعداد كتيرة جدا، يمكن 10-20، يمكن تليفونها ما يتحملش كل هذه الأعداد يعني. فطبعا استقطاب المدمنين، فطبعا خلاص أصبحت الآن في توزيع على مستوى الكيانات وكده، فكل كيان يبدأ يوزع مثلا أو يبدأ يرسل مباشرة للمستشفى. يعني ما بقتش القصة بس إن أنا بستنى المدمن لما يجي لي أو أهله يجوا يقولوا أنا عايزة حل أو علاج أو لا، بنعمل برضه لا، أنتوا بتستقطبوا، بتروحوا للناس لحد عندها بتدوروا عليهم. بعض الحالات بعض الحالات اللي أهاليها بتتواصل معانا وبتقول، أو مثلا يكون حد من أعضاء الكتلة بيقول إن في حد اتصل بيه وقال له ان في ولد مريض ادمان في البيت الفلاني. فبنبتدي نتواصل بالموده بقى اللي هي بالكيانات بتاعتنا، الموده ترغيب والتحفيز والترغيب والتميز كمان، بان الطريقه اهم حاجه، الطريقه اللي تستقطبي بيها. نقدر نقول ان احنا بنضحك على عقله ولكن للافاده حقيقي، زي ما الضحك عليه للدمار. فاحنا بنتعامل بنفس الاسلوب. ولكن علشان مصلحته. مصلحتنا، المجتمع، حقيقي. الوطن. وده هدف نبيل، هو ده الهدف المهم جدا، ان انا النهارده بعد ما هذا الانسان بقى تحول الى آلة، هذه المادة بتحركه بقى تحت طوعها بشكل كبير، النهارده انا برجع تاني ابنيه بس بطريقه ترغبه برضه. برافو على حضرتك، هو اعاده بناء، فاحنا بنساهم في اعاده البناء. نعم. عن طريق اعاده بناء المدمن. وبتحوليه من مدمر لنفسه ولاسرته للمجتمع لعضو فعال، وكمان بيندمج بقى. يعني احنا مش بنقف مع الحد التعافي فقط. نعم. ولكن الدكتور عادل هيوضح لحضرتك ازاي بنأهلهم، غير التأهيل النفسي اللي داخل المستشفيات. احنا ملناش دعوة خالص
بالعلاج داخل المستشفى بعد ما بيخرج بعد ما بيتخرج اثناء المتابعه. ايوه بيقدر بقى حد زي الدكتور عادل بيشوف مشاكله الثانيه اللي هي كنا بنفعلها عن طريق صالون الكتله الثقافي. فاتفضل يا دكتور عادل. يعني نقطه ان انت مش بس بتسيبوه كده خلاص في طريقه هو تعافى وخلصت القصه، لا انتوا بتبتدوا معاه كمان حياته ما بعد المعافى، لان في ناس للاسف تنتكس ودي القصه ممكن يرجع مره ثانيه. ان يرجع دي بسهوله جدا تأهيل حياتي ونهدم كل التعب اللي احنا عملناه. التأهيل الحياتي يعني بيشوف بقى اذا كان دورات ما عندوش تنميه بشريه مثلا، بنشوف من الجماعه الدكتوره جزاها الله خير بتعمل صالونات اكثر من مره في الشهر، يعني بنجيب نفس اللي هم الاشخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني عافاهم اللي هم حابين ان هم يتواصلوا معانا كده وبيرغبوا برضو في نفس الوقت، بنبدا ناهلهم نفسيا. انت خلاص شخص جديد جدا وعندك لازم يكون عندك اراده وعندك تصميم ونحاول نوضح له. لا هو بتاهل نفسي جوه المستشفى واحنا بنأهل عملي بقى طبعا ما فيش يعني علشان بتعلموا اللي هي اللي بيروحوا الجمعيه هناك اللي بتعلموا من الحرفه. يعني بتخليهم يقدروا يعملوا دخل اخر لحياتهم، وخصوصا لو لم يتقبلهم المجتمع النهارده مش هيقدر النهارده يلاقي شغله يقدر يقدم. بيشغل وقته بيشغل وقته ومواهبه. لا هو بقى شوف حضرتك احنا وصلنا كده يعني، ما هو اللي رايح يتعالج بالمجان على نفقه الدوله مش بيدور، احنا مش بندور هنا بقى على المواهب. احنا بندور على هو هيعيش ازاي، هو هي يجيب اكله ازاي، مصدر دخل. هو مش هيقدر اكيد يرجع تاني لشغله يرجع تاني. والله حضرتك هيوضح لك دي. احنا في ناس برضو جزاها الله خير متطوعين لما شافهم يعني مصداقيه وشخصيات هامه بداوا يساعدوهم ماديا، يعني مثلا ده يفتح له حاجه يشوف ازاي بدا يساعده. طبعا حتى بالاضافه ان بعض صح يعني عائل اسره دخل مستشفى كان شغال في حاجه معينه بيجي له 1000 او 2 في الشهر اصبح مفيش حاجه خالص، والاسره دي هتموت خلاص. في ناس جزاهم الله خير بيقوموا بالتبرع شهريا، يعني بيعطوا مبالغ شهريه للاسر المدمنين. جميل. لاهاليهم طبعا اذا كان رب اذا كان مريض الادمان هنا هو رب الاسره وبيتعالج داخل المستشفى. جميل. طب يعني اهله هيعملوا ايه بالظبط؟ فبتبقى في مساعدات بقى مواد غذائيه ماديه ايا كان يعني بيساعدوا في ده. هو ادماج مريض الادمان او ادماج المتعافي دي مهمه جدا. يعني مش نقول ده منبوس يعني بالظبط بالظبط. انا في رايي انا هتكلم على رايي الشخصي، الولد ابن القاضي هو غلط ومع ان في سنه في كتير اللي هو سنه المراهقه ده، وخاصه لما بيكون حواليه بعض اصحاب السوء ممكن يتلفظ بالالفاظ دي. انما هنا احنا ما ندورش بقى على نقول المحترمين اللي مش بيغلطوا مستنيين تيجي غلطه من عندهم عشان نقول لهم انتوا غلطتوا. لا، لو هو يعني القاضي قال والله انا مالي علاقه بيه، يعني قصدك ان ممكن تبقى حاله فرديه انا ماليش علاقه بيه خالص، هو هو قدم اعتذار. انا عن نفسي انا اقبله الاعتذار ده من ضمن افراد الشعب المصري. ليه يعني احنا هنموته؟ يعني هو الاب هو اللي غلط، ده الولد اللي غلط، اكيد والده هيقومه. انا لازم خليني اقول لك انه ما انا هقول لحضرتك هو هنا ليه اللي خلى يمكن في اثاره جدل بشكل كبير واثاره الراي العام، هو يعني بعد العقاب رجعت الحادثه اتكررت بنفس السياق هو ملحقش الاب اساسا ياهله. فهو هو ده النقد اللي تحول منه. هو ملحقش. خلينا نقول انه لازم برضو في ناس للاسف ده اقل من 20 سنه بولادها ما عندهاش وعي لسه. احنا بس انا عايز اتكلم في نقطه معينه. اتفضل. هو انا زي ما بتقبل المتعافي من الادمان وبدمجه في المجتمع فانا كنت لازم اتقبل اعتذار الاب لانه هو هيقوم ابنه بالظبط، واديله يعني الفتره اديله الفرصه زي ما اديناها لمريض الادمان. بس دي النقطه انا عايزه اقول هو في دي يعني الحكم على شيء بشكل عام ده طبعا شيء لازم كلنا نبقى عارفينه ان هو ما ينفعش، لان كل فئه فيها الغلط وفيها الصح، كل الدرجات وفئات المجتمع فيها المخطئين وفيها الناس الكويسين. في ناس ردت امبارح وقالت ان مريض الادمان بيكون غلطان في حق نفسه بس. لا، مين قالك ان مريض الادمان غلطان في حق نفسه بس؟ ده حق
اخته اللي مش بيجي لها عريس وبتبقى تبع العنوسه كده بسبب ان هو مدمن، بسبب انه بيسرق، سبب دمر المستقبل بيدمر كله خلاص. اي حد في هذا يبقى ما دمرش نفسه بس، تأثر بسبب حاله الادمان اللي موجوده. طالما انا بقى قبلته على انه يبقى مندمج في المجتمع بعد التعافي، فانا اقبل اعتذار القاضي عن ابنه وان شاء الله هيقومه. خلينا نقول انه دي يمكن حاجه، لا انا بنتكلم على اساس ان هي موجوده دلوقتي اخلاقيا، لازم نرجع نفسنا تاني في تربيه ولادنا. يعني طبعا انا ما اقولش ان انا لا انا فئه عاليه عمر ما ولادي، لا انا لازم ارجع اشوف تربيتهم. ده بيخلينا نقول ان كل فئات المجتمع إدمان من كل فيها ممكن يكون اخلاقيا، ممكن يكون فيها ادمان، ممكن يكون فيها، لازم كلنا نتعامل مع ولادنا وتربيتهم ونشوفهم، لانه للاسف في كتير جدا من الاهالي مغيبين تماما عن ولادهم، ما يعرفوش، هم متخيلين ان اولادهم بيسمعوا كلام، متخيلين ان هم بيسمعين الكلام، ما بيعرفوش ده، ما بيكتشفوش ده الا لما بتوصل المشكله لحد عندهم. خليني اقول لك ان الدراما صورت ده وكلنا شفناه في مسلسل تحت السيطره، لما اتكلم عن حياه المدمن ما بعد الادمان، وانه كتير من المجتمع للاسف لم يصفح في ده، او لما مجرد يعرف ان ليه سابقه في الادمان بيتعامل معاها. انا عايزه اعرف النهارده ازاي اغير الثقافه دي، ثقافه المجتمع اللي للاسف هي واقع، وهو صور لنا الواقع. احنا محتاجين تغيير ثقافه الفكر في كل المجالات. يعني مثلا تغيير ثقافه الفكر، احنا دلوقتي بنعاصر ايه؟ بنعاصر انتخابات برلمان. ثقافه الفكر لازم تتغير. هو دلوقتي انا خلاص خدت على اني مرشح نازل انا اروح اجيب منه فلوس؟ لا، انا محتاجه تغيير وعي. أنا بختاره ليه؟ ده اللي بيمثلني، ده اللي بيتكلم بدالي. فمحتاجين تغيير ثقافة الفكر في إيه؟ في كل المجالات. زي ما سيادة الرئيس السيسي بدأ بتغيير الخطاب الديني. جميل. تمام؟ ده صحيح. ووحد خطبة الجمعة إحنا محتاجين في مجالات كتير. خليني بقى أنتقل للأستاذ عادل. بالنسبة للتغيير الثقافة، فضلا أنا كنت مستشار مع التعليم السعودي، فكنا بنعطي دورات تدريبية لأولياء الأمور في كيفية التعامل مع أبنائهم. الله. وده مهم جدا. هو ده بقى المهم. إحنا في أشد الحاجة الآن لدورات تدريبية في جميع المجالات عشان يعني ينصلح حال البلد. حضرتك يعني مثلا جاي مسرع بالسيارة ده وكده. نعم. أنا يعني يمكن بناشد وزير الداخلية إني يعني مثلا لو راقب الكاميرات على يعني مثلا أطلع أكتوبر ولا بالنسبة كوبري أكتوبر أو الدائري، هلاحظ سرعه الميكروباصات ماشيه بسرعه جنونيه. نفس يعني يمكن دي حاجه حدثت قدام كان في كاميرا، هي فعلا جابت الحادثه والناس كلها يعني مستاء من المنظر. يعني ده مش شخص السرعه يعني الجنونيه اللي دخلت ميكروباص مش في طريقه، كمان دخل في الميكروباص واقف وراكن. النهارده انا دخلت خليت الميكروباص كله عباره عن حديده، طفلين توفوا والباقيين طبعا حالتهم اسوأ. شوف الاسره يعني كم اسره اتدمرت النهارده لما احرم يعني اطفال من حياتهم رايحين كمان في طريقهم المدرسه. أنا عايزة مستشفيات علاج الإدمان، مستشفيات علاج الإدمان بتعمل دورات للأهالي لكيفية التعامل مع أولادهم مرضى الإدمان أثناء التعافي وما بعد التعافي. ده موجود فعلا وبالمجان، كل مستشفى يومين في الأسبوع. لكن خليني أقولك على فئة السواقين بشكل خاص، ليه النهاردة ما نعملش رقابة كمان في الموقف مش بس على الطريق؟ يعني النهاردة هو بيجهز نفسه، بيجهز الجرعة المخدرة اللي هياخدها هو يعمل بيها دماغ في أثناء الطريق، ليه ما بقاش يعني نراقب عليهم من أثناء الموقف نفسه؟ طبعا بس عايزين احنا في الموقف فعلا. عندي مقترح في الجزئية دي. بدل ما الترخيص بتاع الميكروباص بيبقى كل سنة، خليه كل شهر يعدي. ليه؟ السواقين الميكروباصات بيعملوا ايه؟ بيجي قبل تجديد الرخصه. ايوه. بيقعد شهر ما بياخدش المخدر وبيجي على نفسه. Yeah. بيجي على نفسه بياخد منومات وما بيشتغلش. وبيقعد في البيت وبياخد منومات علشان ما ياخدش المخدر. عدى المرحله بتاعه الاختبار بتاع انه في جسمه في مخدرات ولا لا، وبعدين بيبتدي تاني. جميل. اعملها كل شهر. اقتراح جميل جدا. بنامل في مجلس النواب 2021 ان هم يشوفوا هذا المقترح، ان اعتقد هيبقى مهم جدا النهارده تجديد الرخصه. انا عايزه بس من خلال حضرتك ابلغ تحياتي للمهندسه هاله رضوان، هي اتاخرت بس لانها كانت المفروض تكون متواجده معانا في الحلقه. تمام. والاستاذه لميا،
و ظروف الطريق بقى. خلينا سريعا بس عشان احنا خلاص هنختم الفقره. النقطه اللي انت كنت بتسعي ليها النهارده عشان برضو نقدر ان احنا ما يبقاش العلاج الادمان على نفقه الدوله للراغبين فقط. احنا عايزين كمان الناس الغير راغبين. سريعا انت عايزه تعملي الراغبين الراغبين لا هو مش عايز اعمل ايه، هو انا ابتديت في ايه؟ ابتديت دلوقتي اللي هو تاسيس الكيانات ده، دي السلمه الاولى علشان تعديل قانون علاج الإدمان دوليا في مكتب الأمم المتحدة، مكتب المخدرات والجريمة. إن شاء الله هيكون من خلال حضرتك بتمنى التوفيق لعضو الكتلة النائب خالد عبد العزيز، ربنا يوفقه إن شاء الله، وهو بشغله وباجتهاده ان شاء الله هيكون. لا انا مش ده عضو الكتله، ان شاء الله ده عضو الكتله بتاعك باذن الله. ده عضو الكتله لان هو الراجل ده عمل كتير قوي لدار السلام والبساتين في استقطاب حالات الادمان وتواصل معاها. يعني انتوا طبعا الكلام عن الادمان وعن هذه المجهودات يعني ما ينفعش في فقره واحده، انما عايزين طبعا ان شاء الله نتكلم بشكل اوسع. بس بقيه الكيانات كمان كانوا يبقوا معانا. واحده بس دي حضرتك، ان احنا عايزين دورات تدريبيه تمام لجميع السائقين، يعني قبل ما ياخدوا الرخصه دورات تدريبيه، دورات توعيه. يعني مثلا 100 واحد يختبروا في اليوم او يستلموا الرخص، قبل ما يستلموا الرخص يبقى في توعيه بالنسبه ليهم. بالزبط. مرشد تمام المرور يوجههم توجيهات، اعمل كذا وانتبه لكذا وكذا. لازم يكون النهارده العقاب رادع لهذا السواق اللي عمل حادثه، لانه هيبقى عبره لكل السواقين النهارده اللي يبقى المخدرات طريقهم بالشكل ده تدمر اسر ثانيه ليس ليهم اي ذنب. بشكر استاذ عنايات السنان رئيس كتله ائتلاف القاهره لعلاج الادمان على نفقه الدوله، نورتيني وشرفتيني وجود حضرتك معانا في الحلقه. وكمان بشكر استاذ عادل عوض رئيس كيان النور التابع لكتله ائتلاف القاهره. شكرا. نورتيني يا فندم، واتمنى دايما نهتم بهذه الفئه لانه فئه مهمه جدا في حياتنا، فئه المدمنين، واعتقد لو احنا عملنا رقابه عليهم مفيش اي حاجه تقدر تهدم مجتمعنا ولا تقدر تهدم شبابنا ولا تغيبهم ولا تغيب هويتهم ولا ثقافتهم. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا وفقرتنا الثالثه والاخيره مع زميلي عاصم، استنونا بعد الفاصل. شكرا.